زي ما حضراتكم شفتوا كنا بنتابع جزء من التمرين الصباحية للفريق، لكن احنا بقى خلينا نخش في التفاصيل ونخش في المواضيع المهمة دلوقتي، وهنتكلم عن طبعا دوري أبطال أوروبا، وهنتكلم عن النادي الأهلي، وهنبدأ بالنادي الأهلي كمان، نتكلم عن مباراة أمس لأن اختلفت فيها الآراء شوية. وأنا كنت بتكلم قبل الفاصل يعني مع ضيفنا، كنت بقول له رأيك إيه في الأداء ورأيك إيه في النتيجة، وكان ليه وجهة نظر لحد ما أنا عجبتني. خلينا نرحب بضيفنا أستاذ صبري السراج الناقد الرياضي. صبري بونجور، صباح الهنا. صباح الفل نهاوند، صباح الفل كريم، صباح الفل، اهلا بيك، صباح الفل، اهلا بيك منورنا. طب تعالى نعرف الناس مبدئيا وجهه النظر اللي نهاوند بتتكلم عليها عشان يبقوا عارفين احنا بنتكلم على ايه. يعني احنا كنا بنتكلم عن اداء الاهلي امبارح وفي المباراه اللي قبله، ان في تخوف شويه ان الاداء ما كانش بالشكل اللي الناس مستنياه. انا ليا وجهه نظر مختلفه شويه، ان احنا ادينا الاداء المطلوب ان احنا نأديه في الماتشين دول. اولا حققنا النتيجه، ثانيا اقتصدنا في المجهود. استاذ حسن المستكاوي زمان كده كان ساق مصطلح اللي هو الاداء التجاري. الاداء التجاري ده الحقيقه احنا كنا نسيناه من ايام يمكن مانويل جوزيه، وبعدين في الماتشين الاخرانيين بدانا نشوفه، لان الحقيقه الاداء التجاري مش معناه انه اداء سيء، لكن اداء مشروط بحاجات معينه، اللي هو على قد اللقاء، على قد اللقاء بالظبط. تحسم، تحاول انك تحسم النتيجه بتاعتك في المباراه بدري، فتقدر ان انت تريح لعيبتك في قلب الملعب، تعمل تغييراتك اللي انت عايزها، اللعيبه ما تبذلش مجهود كبير، خصوصا مع توالي وضغط المباريات وارهاق السفر اللي احنا بنتعرض له في المرحله دي، خصوصا بعد كاس العالم للانديه. فالاهلي في الماتش اللي فات والماتش اللي قبله قدر ان هو زي ما نقول يقتل المباراه في اول 20 دقيقه، وده حاجه ممتازه جدا، سجل هدف والتاني وتقدر تحافظ على النتيجه اطول وقت ممكن. في الماتش الاولاني اضفنا هدف ثالث في نهايه المباراه، امبارح شويه الموضوع ده اتغير، ما قدرناش نحافظ على الكلين شيت واستقبلنا هدف في الاخر، وده له اسباب تتعلق باللعيبه اكتر من الجهاز الفني، لان زي ما بنقول ان الاداء التجاري ده ليه شروط، انت بتقتل نتيجه المباراه لكن مطلوب ان انت تحافظ عليها، فما ينفعش تكسل طبعا. فالهدف اللي احنا استقبلناه امبارح كان في شيء من الكسل من بعض اللعيبه في اداء واجباتهم الدفاعيه، فاستقبلنا هدف. انما اجمالا احنا عملنا لقاءات جيدة من حيث المطلوب منها، المطلوب منها ان احنا نحقق نتيجة كويسة، وفي نفس الوقت ما نفرطش في نقاط وما نستهلكش اللعيبة كمان مجهود كبير، لان احنا عندنا طبعا معركة افريقية مهمة قادمة يعني. فكانت نتيجة جيدة واداء انا بشوفه مناسب، يعني مش هنقدر نقول اداء جيد لكن اداء مناسب جدا للمرحلة اللي احنا فيها. طيب كلامك انا مقتنعه بيه جدا، بس عندي بعض التخوفات زي ما انت دلوقتي اتكلمت. احنا كان عندنا برضو بعض التقصير في فكره الدفاع. انا دلوقتي لما اروح سان داونز ما فيش رفاهيه ان يبقى فيه غلطه واحده، صحيح، فازاي ممكن نشتغل على ده؟ احنا شفنا هنا اصلا في اللقاء بتاع القاهره ان احنا كسلنا فاستقبلنا هدفين باخطاء فرديه ساذجه جدا. لو ما كانتش حصلت، والطبيعي ان هي ما تحصلش، كنا طلعنا كسبانين على الاقل 2-0 هنا في القاهره، لكن النتيجه اتصعبت علينا. كل الناس كانت متعشمه فيه بالظبط، وده المنطقي. والمنطقي كمان انا شايف رغم قوه سان داونز، هو فريق محترم جدا وعنده باترن، عنده اسلوب لعب واضح، هما مدرسة، يعني مدرسة واضحة في الكورة، حاجة مشرفة الحقيقة، لكن عندهم أخطاء دفاعية ساذجة جدا وقوية جدا، خط دفاعهم مش بالمستوى المطلوب. أنت قدرت تسجل فيه هدفين هنا، ولو لعبتك كانوا موفقين كان ممكن تسجل أكتر. هما بيبالغوا في التحضير وبناء اللعب من تحت من منطقة جزائهم، وفي نفس الوقت ما عندهمش الكواليتي الكافي في خط الدفاع ان هما يعملوا كده، فلما بتضغط عليهم كتير بتقدر تستخلص الكرة وتاخدها في مناطق متقدمة وتسجل. فاحنا عملنا ده وسجلنا. على المستوى الدفاعي هما زي ما قلت عندهم المشاكل دي، هما هجوميا متفوقين، لكن في الاخر هما لما سجلوا باخطاء فرديه، يعني ما كانش في مشكله في تنظيم اللعب في الترحيل، في زي امبارح كان في مشاكل مثلا في الترحيل، انما في ماتش سان داونز انا ما شفتش ده، شفت ان كان خطأين فرديين، سواء كسل في التغطيه او عدم توفيق في الرقابه الفرديه، فاستقبلنا هدفين. لو احنا في ماتش امبارح، وطبعا مفهوم تماما ان لكل مقام مقال، واكيد صحيح. الوضع في ماتش محلي مع فريق المقاولين اكيد هيختلف عن اللقاء الافريقي مع فريق زي سان داونز مفروض. بس لوحظ في الفتره الاخيره ان بقى في
مش استدامه قوي، بس اتكررت حكايه التمركز الدفاعي مع امكانيه تحرير اللاعبين في حاله الهجوم، وده كان حاصل الى حد بعيد في ماتش امبارح. يعني لو حضرتك تتفق معايا في التفصيله دي، صحيح ان كان في اللعيبه متحرره الى حد كبير، بدليل ان حد زي محمد هاني سجل هدف، هو يعني هو يعني مركزه اصلا مش صحيح. مش مهاجم. صحيح. ففكرك الستايل ده ينفع يتلعب بيه مع فريق زي سان داونز؟ في بعض الاوقات انت محتاج تعمل كده. امبارح لما محمد هاني خد الحريه الهجوميه لفتره من الوقت، لما بدانا نضرب من الجبهه بتاعته وقف والتزم دفاعيا في جزء كبير من الشوط الثاني. فهي المساله ان انت مش بتحرر اللعيبه في المطلق وخلاص. حتى لما فكرت في الماتش اللي في ماتش امبارح او الماتش اللي قبله ان انت تحرر علي معلول، فنزلت محمد اشرف عشان يكون وراه، لان معلول لما بيطلع قدام مع تقدم السن ومع حاله الارهاق اللي هو فيها في سرعه في الارتداد احيانا نفسه ما بيجيبوش ان هو يقدر يرجع، وبنستقبل اهداف. ففكره ان هو يحط محمد اشرف وراه في بعض الوقت من المباراه اخر ثلث ساعه في الماتشين اللي فاتوا، ده بيبقى حمايه لمعلول وتوفير لمجهوده واستغلال لقدره معلول الهجوميه. الناس بتنتقد شويه ان احنا دايما بنعتمد على علي معلول، الفرقه كلها بتتغير الا علي والا الشناوي، يعني هما بس العنصرين الثابتين تقريبا الوحيدين اللي ما بيغيبوش عن اي مباريات. لكن الحقيقه انا لو مكان مارسيل كولر مش هفكر ان انا اطلع علي معلول من الملعب لسبب وحيد، هو مفتاح اللعب الاساسي والاهم عندي في الفرقه، مفتاح اللعب الاول في افريقيا وصانع الالعاب الاول في افريقيا. عنصر خبرة بالظبط، فالارقام اللي بيقدمها والمردود اللي بيقدمه هجوميا ما يخلينيش استغنى عنه. يعني هل هو انا اسف لو برجل واحده مش هطلعه من الملعب. حتى توفير بديل ليه شيء صعب جدا مهما كان الكواليتي اللي موجود في افريقيا دلوقتي كلها في اي لاعب بيلعب في مركز الظهير الايسر، وفي لعيبه كتير كويسه لكن برضه ما بيقدموش نفس المردود الهجومي المميز الحقيقه. فانا لو مكانه الحقيقه هبقى يعني شيء صعب جدا وقاسي جدا ان انا استغنى عنه ان انا اطلعه، لكن هو بيحاول يلاقي حلول اخرى ان هو في بعض الاوقات يريحه في الملعب. حتى لو مش هيستبدله فبدا يدخل معاه محمد اشرف فيقلل عليه السبرنتات الطويله والجري، فالماتشات كمان اللي مش محتاجه قوي ان هو يشارك هجوميا بنستخدم جبهه محمد هاني ومعاه حسين الشحات، وبنوقف معلول ما بيطلعش خالص، يعني بيبقى تقدمه محسوب وقليل، ممكن ما يعملش سبرنتين ثلاثة في الماتش، فهو بيحاول يريحه في الملعب على قد ما يقدر، لكن في الآخر هو ما يقدرش الحقيقة ما يقدرش يستغنى عنه خالص في الملعب. يعني رائع جدا. بص عايزه اروح معاك برضو لنقطه مهمه ويفيك عشان نطمن، انت عندك في المجموعه بتاعتك الهلال فاز على سان داونز، وكده احنا اعتقد مطالب مننا ان احنا نفوز في الثلاث مباريات عشان يعني نبعد بقى عن اي سيناريو يعني بالزبط. مش حلو، خلينا نقولها بهذا الشكل. بتتوقع هل ده ممكن فعلا يتم تحقيقه؟ وهل ممكن برضو سان داونز المباراه القادمه هي اللي تبقى معيار ان ده هيتحقق ولا لا، ولا برضو مش هتكون معيار؟ بالتاكيد احنا مطالبين نفوز بالثلاث ماتشات عشان ما تدخلش في حسابات، هي دي هي اسهل حاجه ان احنا نفوز الثلاث ماتشات فخلاص حققنا الصعود، ما ننتظرش. التعادل مش هيكون نتيجه سيئه لكن انا ما اتمنهوش، انا اتمنى ان احنا نقدر نكسب، وشايف ان احنا نقدر نكسب. يعني لو تخلينا عن بعض المواقف الدفاعيه الساذجه اللي بتحصل او الاخطاء الساذجه اللي بتحصل من بعض اللاعبين، لو كل لعيب نزل الملعب وهو مركز ال 90 دقيقه، انا شايف ان الاهلي يقدر يحقق الفوز هناك رغم ان احنا بنلعب فريق قوي. اتمنى ان احنا نحقق الفوز ونخلص من الحسبه دي خالص، ما ندخلش فيها، مش محتاجين الحقيقه ان احنا ندخل فيها حتى نفسيا، احنا عندنا مشكله ذهنيه واضحه من في الفترة الأخيرة دي، وحالة بسترة بتحصل ان احنا بتلعب ماتش افريقيا ماتش دوري ماتش افريقيا هو متكرر كل موسم للأسف نفس القصة. والحقيقة ان احنا عندنا مشكلة في ده، وكان قرار حكيم جدا ان يكون في معالج او طبيب نفسي او لايف كوتش مع الفريق، لان انا شايف ان مشكلة الفريق ما كانتش بدنية في الفترة اللي فاتت على قد ما هي ذهنية، ومحتاج ان انت تجدد دوافع وان انت تخلي اللعيبه دايما مركزه وتقدر تخرج من مود البطولة دي تخش المود الثاني. في ايه نوع المشكلة الذهنية في رأيك؟ بص هي عن ايه؟ هي لها علاقة اكتر بان الجيل من اللاعبين في مصر دلوقتي مع يعني مهما كانت خبراتهم وتمرسهم، سواء في مش بتكلم على لعيبه الاهلي بس، أيوة يعني محليا او افريقيا، عدم اللعب مثلا بدون جماهير لفترات طويله خلى اللعيبه مش مكتمله ذهنيا، يعني النوع ده وتحمل الضغوط بالشكل ده وبالطريقه دي ما بقاش متاح وما بقاش موجود. انت لازم تعوض ده بحد يكون عنده علم ان هو يقدر يلعب في المايند سيت بتاع اللعيبه يحركها. ففكره استخدام طبيب او معالج نفسي
او لايف كوتش، ما اعرفش هو يعني بالظبط التايتل بتاعه ايه، لكن وجود حد بالصفات دي موجود دلوقتي مع الفرقه ده شيء مهم جدا الحقيقه، كان المفروض يحصل من كتير. ما حصلش من ايام انوار خوسيه تقريبا. بالظبط، فحلو جدا ان هو يكون موجود، اعتقد ان هو يعني في فتره قريبه هيبقى تاثيره ملحوظ جدا. سموه معد نفسي. معد نفسي او اخصائي نفسي. هيكون مفيد جدا يعني، بعد فتره قليله اظن ان احنا هنلاقي مردود كويس. اللعيبه زي ما قلت بتتبستر ما بين بطوله والثانيه، ماتش دي اجواء مختلفه تماما عن دي، وسفر ومش عارف ايه، فما بيقدروش ان هم يدخلوا في مود كل بطوله بسرعه. بس انت عندك يعني لو هنتكلم عالميا، والفرصه حتى ممكن لو عايز بقى ندخل على الملف العالمي، بس انا بكلمك من حيث المبدا، طب ما في فرق كبيره زي النادي الاهلي موجوده في دول مختلفه، وبطبيعه الحال عندهم برضو هم كمان هم طرف استحقاق يعني استحقاقات كتير جدا، وبيشاركوا في بطولات كتيره جدا، لكن حجم التذبذب اللي بيحصل في الاداء عندهم مش ما بيبقاش لافت قوي للانظار، ما بيبقاش كبير، ما بتحسش ان في جاب كبير او دروب كبير بينهم في مباراه عن المباراه اللي قبلها او اللي بعدها. ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن عقلية بتتربى من صغرها على كده، ناتج عن إن في معد نفسي في كل فريق. في معد نفسي شخصي كمان لبعض اللعيبة. في جمهور اللعيبة بتعمل له مليون حساب. مفيش مسافات سفر طويلة، موضوع السفر ده مرهق جدا، والناس يعني بتهمله أو ما بتفكرش فيه. انما ما بيلعبوش كل 48 ساعه او كل اتنين، يعني حتى لما بيحصل تشامبيونز ليج وبيلعبوا ماتشين في الاسبوع، مسافات السفر ما بين الدول وبعضها قصيره، بتبقى يعني مسافر 3 ساعات، غير لما يسافر احنا طالعين رحله مثلا بطياره خاصه عشان نوفر وقت، فهنروح في 9 ساعات طبعا. وهنلعب بعد 48 ساعه. فاللي بيحصل في افريقيا او جغرافيا المنطقه اللي احنا فيها دي ظروفها بالظبط، فعمرها يعني مش هنقدر 100% نكون زي هناك، انما في مشاكل عندنا احنا قادرين ان احنا على الاقل لو ما حلناهاش 100% ان احنا نقلل حجمها جدا وما نشعرش بالتأثير ده زي ما كان بيحصل قبل كده. يعني أنا بشوف إن الفرق ما بين الجيل بتاع مانويل جوزيه والجيل بتاع دلوقتي، رغم إن الجيل دلوقتي أفريقيا وعالميا حقق إنجازات يمكن تفوق كمان الجيل بتاع مانويل جوزيه، مثلا 2 برونزية كأس عالم قبل كده كانت برونزية واحدة، لكن على مستوى الدوري مثلا هم فقدوا لقبين دوري. الناحية التانية الجيل ده ما فقدش دوري، وكان دايما موجود على منصة التتويج في أفريقيا بيفوز بيها أكتر ما بيخسرها. دلوقتي النسبة ممكن نقول 50-50، مرة تاخدها مرة تخسرها. فالفرق العقلية ده اللي هو له اعتبارات كتير لا علاقة بالظروف دلوقتي، مختلفة أكتر، مختلفة كتير عن الظروف بتاعت الجيل اللي فات، محتاجة شوية تعامل مختلف، والناس تبدأ تفكر بمنطق تاني وتشوف الدنيا بره فيها ايه، ونبدا يعني مش ما نعيدش اختراع العجله. الناس بره بتعمل ايه واحنا نعمل زيهم، مش شرط نبقى زيهم. ومش بره والله، في دلوقتي عندك دول يعني عربيه، منتخبات صحيح. عربيه وغيره يعني قدرت ان هي تتفوق منهم. المغرب بتتكلم حتى عن السنغال، لو هنتكلم افريقيا يعني السنغال مقدمه تجربه عظيمه، حاجه جداً. مختلفه تماما، تجربه بصراحة. عظيمه جدا في السنغال، والحقيقه ان المنطقه كلها دلوقتي بدات يعني سبقتنا يعني انت كنت للأسف. سابق بمراحل، دلوقتي بقى في اللي بيسبقك بمراحل للاسف، وهم سابقنا بمراحل للاسف. طيب يعني. خلينا نروح لسان داونز شويه. فنيات سان داونز معروف عنهم دفاعيا ليسوا يمكن الافضل، فاحنا ممكن نلعب على الحته دي شويه، بس برضو رؤيتك من الجانب هنا القوه والضعف هنا وهنا اهلي وسان داونز. هم هجوميا عندهم كواليتي كويس جدا، يمكن السنتين اللي فاتوا ما كانوش عندهم نفس الكواليتي ده من اللعيبه، كانوا الصفقات اللي بيجيبوها لحد ما بتنجحش معاهم، لكن السنة دي الكواليتي بتاع الهجوم، خط الهجوم تحديدا عندهم مميز جدا. هم عندهم أسلوب لعب بيلعبوا بيه بقالهم أكتر من 10 سنين، فمتمرسين فيه جدا، بيلعبوا على أكبر مساحة ممكنة من الملعب، وما بيلعبوش جيم ضيق زي ما بنقول، لا بيفردوا الملعب كمان، يعني بيفردوا الملعب، بيلعبوا على مساحات واسعة من الملعب. دفاعيا هم ما عندهمش الكواليتي المناسب للخطه دي، لكن هم ملتزمين، هم خلاص حافظين، هم بيلعبوا كده طول عمرهم، احنا بقالنا 10 سنين بنلعب كده، فاحنا هنفضل نلعب كده. فاحيانا بيكون في مبالغات كتير في بناء اللعب من تحت مع عدم وجود الكواليتي المناسب، وده كان باين حتى هنا في ماتش القاهره، اللي لو كان برضو لعيبه الهجوم عندنا متفوقين او مركزين اكتر شويه من كده كان ممكن نسجل اكتر، لان اكتر من كره قدرنا نستخلصها في مناطق مهمه وهم بيحضروا اللعب، وقدرنا نسجل بالطريقه دي. هجوميا هم عندهم كواليتي مختلف، محتاجه ان اللعيبه عندنا اللي هي مش قليله خالص ومش ضعيفه، ان هي تكون بس مركزه وفي حالتها، وما تحصلش لحظات سرحان. يعني احنا الهدفين اللي استقبلناهم كان
واحد بسبب عدم تغطيه لعيب كسل ان هو يرجع، والتاني مدافع سرح. ده حصل في اخر ماتشين في كاس العالم للانديه كمان. صحيح صحيح، برضه حصل للاسف. عشان كده انا بقول لك ان المشكله ذهنيه، يعني تبقى ماشي 80 دقيقه كويس جدا او 90 دقيقه حتى كويس جدا زي مثلا ما حصل قدام ريال مدريد، وتيجي في دقيقتين النتيجه تفتح. برضه من ضمن الحاجات اللي ساعات بتبقى غريبه قوي، يعني فكره ان انت ممكن تبقى ند وخصم قوي وراس براس مع فريق بحجم وثقل وتاريخ وامكانيات لعيبه ريال مدريد، وتلعب بعديها بفتره مع فريق تاني مع كل الاحترام ايا كان هو مين اقل بكتير طبعا من ريال مدريد، وتلاقي نفسك مش بنفس الشراسه اللي كنت بيها مع فريق اقوى منه 50 مليون مره. دي بتكون ناتجه عن ايه برضه في رايك؟ اولا انت قدام ريال مدريد طبيعي جدا ان الدوافع بتكون مختلفه خالص، كل لعيب عايز يطلع احسن ما عنده وبيلعب قدام يعني اقوى فريق في العالم، فانا عايز اقول ان انا كويس، عايز اثبت ان انا كويس، على الاقل مش عايز يبقى شكلي وحش، مش عايز اتهان في الملعب. فاللعيبه بيكون عندها انت في الوقت ده انت مش محتاج ان انت تديهم دوافع، هي الدوافع اصلا عندهم، انما كنت محتاج ان حد يظبط المؤشر ان انت تقدر تحتفظ بالتركيز اللي انت بدات بيه ماتش ريال مدريد ولعبت فيه، ان انت لحد صفاره الحكم ما تجيش في اخر خمس دقائق تركيزك يقل بسبب المجهود الكبير اللي انت عملته. اللعيبه اي لعيب في الدنيا لما بيعمل مجهود زياده عن الطبيعي او زياده عن الحمل البدني اللي هو بياخده اصلا بيفقد تركيزه، وبتبقى قراراته في الملعب كلها غلط، الباص بيطلع غلط، بيكسل، يعني كل حاجه طالما ما فيش لياقه حاضره فخلاص كل حاجه بتبقى غلط. فاحنا طلعنا كل حاجه في الحاجه و80 دقيقه الاولانيين، فالموضوع فرق. فهو القصه كلها ان انت ازاي تعد اللاعب نفسيا وذهنيا ان هو يقدر يحافظ على لياقته ال 90 دقيقه عشان قراراته دايما او في المعظم تكون صح مش غلط. طيب صبري خلينا نروح شويه سريعا نحاول نلحق عشان برضو الوقت، دوري ابطال اوروبا وعندك بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ومباراه هتقراها ازاي الاياب؟ مباراه كبيره جدا وعظيمه، يعني النهارده متوقع ان احنا نشوف كوره حلوه جدا. الماتش انتهى 1-0 صحيح في فرنسا، لكن كل شيء وارد. باريس عنده ميزه مهمه جدا وهي غياب نيمار النهارده الحقيقه، يعني دي ميزه. ميزه ليه بقى؟ ميزه جدا، لان لما بيلعب نيمار وميسي ومبابي والثلاثه معلمين، فالثلاثه ما بيقدموش اي ادوار دفاعيه خالص، فده بيأثر جدا على المردود الدفاعي بتاع باريس. غياب نيمار، حتى الثلاثه دول لو اشتغلوا كما ينبغي المفروض محدش هيجي ناحيه الدفاع اساسا، يعني فريق منافس ايا كان مين هو مش هيوصل لمرحله الدفاع. ما ده لو بتلعب فريق اقل منك، انت بتلعب بايرن ميونخ اللي هو زيك يعني بنفس مستوى القوه، زيك بس مش قوي. لا ازاي؟ لا باريس سان جيرمان وضعه اسامي، يعني في اسامي، انما الاسامي يعني النجوم، يعني كم من نجوم عمره ما بيصنع فريق جيد. الفريق الجيد محتاج زي ما محتاج نجوم محتاج شغيله. افكرك بال حتى باريس سان جيرمان نفسهم اول ما عملوا التعاقدات دي كلها كان ينطبق عليهم المواصفات اللي انت بتقولها بالظبط. يعني لو نفتكر كده اول الالفينات الجلاكتيكوس بتاع ريال مدريد، لما ريال مدريد بدا يستقدم كل نجوم العالم، زيدان وفيجو ورونالدو مش عارف، يعني كم من النجوم غير طبيعي، وبعدين قرر ان هو يزود، فاحنا هنجيب بيكهام. فنجيب بيكهام مضطرين نستغنى عن لاعب عندنا نبيعه، فبعنا اهم لاعب في المنظومه اللي هو ماكاليلي اللي هو كان الشغيل اللي كان بيغطي على كل النجوم دي دفاعيا، فلما شلناه وجبنا بيكهام وبقينا 11 نجم في الملعب انهينا الدوري رابع، او ريال مدريد انهى الدوري رابع. فهي عمرها ما بتتقاس بكم النجوم على قد ما بتتقاس انت محتاج ايه. الفرقه كلها معلمين وكلها نجوم وبتاع، ده مش ضمان خالص ان انت تكون كويس، بالعكس ده ممكن يكون شيء سلبي. انما زي ما بيكون في نجم حريف بيقدر يخلص، وممكن تقدر زي نيمار مثلا او ميسي او مبابي ان هم ما يرجعوش يدافعوا في مقابل ان هم هجوميا مؤثرين جدا، انت محتاج ترسانه تانية وراهم تقدر تدافع. فلما يبقى ثلاثه الثلاثه اللي قدام والكره اتغيرت، انا بكلمك دلوقتي احنا في 2023 مش سنه 2000، الكره اختلفت خالص، فاللي كان حتى بيحصل قبل كده بقى صعب يحصل دلوقتي، ان الثلاثه اللي قدام ما بيقوموش باي ادوار، وانا بلعب 4-3-3 ما فيش حد فيهم بيقوم باي ادوار دفاعيه كتير قوي على الفرق. فعدم وجود نيمار النهارده هيخلي شكل باريس احسن.
لان باريس هيعوضه اما بلاعب جناح بيقدر يقوم بواجبات دفاعيه لانه مش نجم فهيرجع يدافع ما عندوش مشكله، يا اما هعوضه بلاعب تاني في خط النص زي فيراتي مثلا وبتاع، فهيكون الشكل بتاع باريس انا بشوف ان هو هيكون افضل. ده مش ضمان ان هم يكسبوا النهارده، هم في الاخر بيلعبوا بايرن ميونخ، انما انا شايف ان شكله النهارده باريس على الاقل شكله النهارده هيكون افضل من المباراه اللي فاتت. النتيجه بقى هتبقى ازاي؟ كل الاحتمالات وارده، خصوصا بعد الغاء القاعده بتاعه الهدف بهدفين بره الملعب. ماتش هناك خلص 1-0، فاحنا مفتوحين على كل الاحتمالات، لكن اكيد ان احنا النهارده هنشوف مباراه خياليه. في اي غياب في البايرن ولا لا؟ لا، النهارده استعادوا كمان ساديو ماني، هيكون موجود لاول مره. هيكون موجود النهارده طبعا، تقطيع بالمعنى. ما اعتقدش طبعا ان هو هيكون اساسي النهارده، لكن هيكون موجود على الدكه. انما هم هجوميا برضو عندهم يعني جمال موسيالا ده من اللعيبه اللي حريف جدا، يعني كان له احصائيه مميزه قوي في كاس العالم اللي فات. هم المانيا طبعا خرجت من الدور الاول، انما كان لحد قبل النهائي كان اعلى نسبه مراوغات ناجحه في واعلى حد عمل مراوغات ناجحه في كاس العالم. لحد ما ميسي ومبابي في الاخر عشان لعبوا عدد مباريات اكتر قدروا يتخطوا. الراجل في الدور الاول عامل 25 مراوغه ناجحه يعني، فهم هجوميا دلوقتي فاضل يعني حوالي دقيقه ونص. سريعا جدا كده، برده في ماتش تاني مهم النهارده، توتنهام وميلان، توقعاتك ايه؟ بلا اي توقعات بحقيقه الماتش ده يعني برضو الفرص متكافئه. متكافئه طبعا، ميلان مش في افضل حالاته لكن يبقى ميلان، وتوتنهام فرقه يعني انا اسف يعني ما تضمنهاش من هنا لحد باب الاستوديو. يعني اقول لك على حاجه لطيفه جدا، الانجليز مطلعين مصطلح شعبي كده بيحبوا يقولوه على الحاجات اللي هي يعني صيصه او الحاجه اللي هي تبان من بره حلوه لكن هي من جوه اي حاجه يعني ولا حاجه، بيقولوا سبيرسي، بيقولوا على الحاجه دي سبيرسي اللي هي جايه من اسم توتنهام هوتسبير، الحاجه اللي هي يعني ده توتنهام بتهان جامد في الفتره الاخيره. فهي فرقه صحيح تبان حلوه وتبقى تاريخ برضه وتعشم الناس ان هي تعمل حاجه، انما في الاخر بتبقى ما اللي هو الجمله الموازيه ليها اللي هو بالنسبه لنا احنا كمصريين من بره هلا هلا بالظبط كده يعني حاجه شبه كده يعني. فهم فرقه فيها لعيبه كويسه وفرقه لما بتكون في حالتها بتقدم مباريات كبيره جدا وممكن تكسب اي حد، انما ده مش متاح دايما. فالنهارده النتيجه يعني النتيجه اللي حقيقة ممكن يكسبوا بالمناسبه، بس حتى لو كسبوا ممكن تلاقيهم خرجوا من دور الثمانيه بشكل وحش يعني، وممكن النهارده ما يقدموش لقاء كويس خالص ويخسروا بنتيجه كبيره. هي فرقه ما تضمنش خالص يعني، ادينا هنتابع ونشوف. بالظبط، نورتني يا صبري، بشكرك جدا. شكرا لك. شكرا سي على وجودك معانا، وان شاء الله نشوفك على خير بعد كده باذن الله. وخلونا نطلع فاصل اخير يا حضرات ونرجع عشان نستقبلكم في ثالث واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده، وهي فقره طبيه مسجله. كان ضيفها الدكتور باهر السعيد، ونشوفكم على خير ان شاء الله.